بالحديث عن يعني دور المرأة في هذه الانتخابات، وأن المرأة صعيدة الموقف حتى الآن. إحنا بيشرفنا معنا على التليفون السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي. تقييم حضرتك لأداء المرأة في هذه الانتخابات؟ مشرفانا دايما المرأة. الحمد لله. لا الحقيقة يعني من واقع لقائي بسيدات الصعيد في اجتماعين، واحد في الأقصر كان فيه 6 محافظات وواحد في المنيا كان فيه 4 محافظات، السيدات عندهم حماس ووطنية شديدة وواعدين انهم هينزلوا هينجحوا هذه الانتخابات زي العادة، يعني ما عملوا في انتخابات الرئاسة برضه هيعملوا كده. هل المجلس القومي للمرأة بيكون له يعني حملات توعية ونشاط في محافظات الانتخابات علشان يعني تعبئة السيدات؟ شوف حضرتك، ده مش وليد يوم وليلة، قدرنا 4 سنين بالضبط، كل سنة عندنا 150 ندوة جوه الكفر والنجع والدوار العمدة، واستفتاءات عن ايه اللي انت عاوزاه من الدستور، وان يعني بقى فيه طرق ابواب نخلي الريفيات كل واحده منهم، رائدات الريفيات كل واحده منهم تترك 10 بيوت كل يوم وتفهمهم وتشرح لهم. احنا وصلنا دلوقتي ل 54,000 بيت في القرى والريف، انا بتكلم عن النبوع اللي انت ما تسمعيش عنها. ماليش دعوة بالمدن يعني. فالحقيقة دي عملية مش بتاعة النهاردة ولا امبارح، قعدنا 4 سنين بنشتغل، والمرأة البسيطة تجاوبت معنا استجابة كبيرة. عندنا 27 فرع في كل محافظة، كل فرع عنده نشاطه هو الآخر، فتوعية الستات ما كانش سهل يعني، كان بعمل مستمر باستمرار، وعاملين حملات في الإذاعة والتلفزيون، عاملين لهم بروشورات صغيرة ازاي تنتخبي. الحقيقة احنا فعلا متابعين ولمسين هذا المجهود، والمرأة الحقيقة تحية كبيرة للمرأة المصرية في هذه الانتخابات والانتخابات السابقة. بس في المقابل معالي السفيرة، المرأة كمرشحة الحقيقة عندها مشاكل كتير قوي. شايفة حضرتك أسباب يعني مش عايز أقول عزوف المرأة، أو يعني عدم وجود فرص قوية للمرأة المرشحة في هذه الانتخابات؟ بموجب قانون الانتخاب 77 كرسي للسيدات، بالإضافة إلى احتمال نجاح عدد ولو بسيط مثل الفردي، فهذا الرقم هنشتغل عليه، وإن كان مش كافي ولا يتناسب مع عدد النساء ولا دورهم في الاقتصاد وفي البحوث وفي الخدمة العامة في الدولة، ولكن إذا قارنتيها بالعدد النساء في البرلمانات السابقة من أيام عبد الناصر أعطانا الحق ده سنة 56 لغاية دلوقتي، ده أكبر رقم ممكن حصلت عليه المرأة. فواخدة بالك، فبداية لا بأس بها، مش راضين عليها قوي لكن لا بأس بها. الأهم منها الدستور نص على 25% من مقاعد المحليات. 25% دي عبارة عن 13,500 مقعد. ده التدريب السياسي الصحيح، دي المدرسة السياسية اللي بتعلم اللي هي المحليه. صحيح. فاعتقد ان احنا هنربي اجيال كويسه عندنا يا فندم هذا العدد من السيدات، ممكن ان هم يعني يلاقوا ياخدوا اماكن في المحليات اكتر مما تتصوري الحقيقه. دي مفهوم عام خاطئ، يقول لك ما فيش كوادر، الاحزاب كتيره تواجهني كده وتقول لي ما فيش كوادر، نجيبهم منين؟ انا مش لاقي مرشحات. كلام مش معقول ابدا. في كوادر كويسه جدا، روحي الوادي الجديد، في ابعد بقى من الوادي الجديد، واسالي المحافظ هناك
مين اللي بيطلع معاه بالليل لما يبقى فيه مشكله صحي او مية شرب او اناره؟ هي الستات، هم اللي مسؤولين عن الموضوع ده. الموظفات اللي معاه في المحافظه ليل او نهار بيطلعوا، هم بيقولي انا ما اعرفش اشتغل من غيرهم. فلا، حق المراه مهضوم بالمواجهه للشغل اللي بتعمله فعلا. لا عندنا كوادر ان شاء الله. احنا يعني نامل خير في المحليات دي فعلا، ان احنا نلاقي يعني الست لها يعني تتبوأ مقاعد في المحليات تمهيدا للانتخابات الجايه اللي هتتلغي المفروض فيها الكوتا. ما يعني الكوتا دي الفتره واحده، فان شاء الله يعني يبقى عندنا امل في الفتره اللي جايه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي السفيره ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه.